أنا أقولها وأرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلها رياء، لكن أظن أنه هذا الكلام يفيد ويؤثر. أنا عندما شعرت، كنت طفلا، شعرت في يوم من الأيام بعد أن استيقظت في يوم صائف في النهار، أحسست أنني قد بلغت مبلغ الرجال. والغريب أنني في الرؤيا رأيت من يقول لي إنك قد أصبحت بالغا، يعني لو ما حكى لي الكلام يمكن ما بعرف شو هنا. فلما استيقظت تملكتني حالة من الخوف والبكاء. الناس بيخبوا هذه الحالة عن آبائهم وعن أهليهم. ما قدرت، دخلت إلى الغرفة التي فيها والدي وشكوت إليه، قلت له أنا من الآن في ملك راح يكتب عني كل أعمالي. وهيك هيك صار معي، واضح؟ نعم. طيب الواقع أنا يعني كيف فعلت هذا لا أدري، لكن الخوف اللي تملكني دفعني دفعا إلى هذا، دفعا إلى هذا. نعم. في حين أنه المفروض أنه هذا الكلام يبقى سر بينه وبين ربه، لكن فطبعا كان جواب الوالد، قال لا، الإنسان عندما يصبح بالغا ويصبح مكانا لمراقبة الملكين، كما أن هنالك يعني إحصاء لذنوبه التي ارتكبها، هنالك إحصاء لأعماله، يكتب له الثواب ويكتب له الأجر. والباري عز وجل لما كان صغير ما يكتب له هذه الأشياء، هذه المدخرات كلها، يعني خفف الأمر علي. نعم، واضح. كيف صفنت؟ قلت الحمد لله، والله هذه ولو كانت حالة شاذة على الناس، لكن من أين جاء هذا؟ جاء هذا من معرفتي أنني من الآن أصبحت في قبضة الرقاب الإلهية. كنت عم بلعب وبحكي وبروح بلعب مع الأولاد وأشكال وألوان، ونحكي ونعيط ونشيط، ما في شيء. لما عرفت أنه من الآن في ملكين بدي يسجلوا علي كل شيء، طيب وأنا عبد لله، إذا لازم أعرف أنه من الآن بدي التزم، مو أنا لساتني شاب والآن يعني حظوظ النفس محتاجة، لا لا، خليني هلا أعطي لنفسي حظوظها، خليني أعطي لنفسي أهواءها وشهواتها، وبكرة ما استشبع نفسي من الأهواء والشهوات بلتفت. هي خيانة لله. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما.